بدأت دورة الألعاب الأولمبية في أثينا سنة 1896، وانتظرت مصر حتى النسخة الخامسة، دورة ستوكهولم في السويد سنة 1912، عشان تكون أول دولة عربية تنال شرف المشاركة، وتاني دولة إفريقية تشارك في الأولمبيات بعد جنوب إفريقيا اللي شاركت في 1904 و1908. ومن الوقت ده ما غابتش مصر عن المشاركة في الأولمبيات غير 3 مرات بس، لوس أنجلس 1932 وملبورن 1956 اللي انسحبنا منها بسبب العدوان الثلاثي، وموسكو 1980 اللي قطعناها تضامناً مع حملة المقاطعة بسبب عدوان روسيا على أفغانستان. ورغم التاريخ الكبير لمصر في الأولمبيات، لكنها ما حققتش غير 31 ميدالية، منهم 7 ميداليات ذهبية و10 فضية و14 برونزية. وللمفارقة، فأول وآخر ذهبية لمصر اتحققوا كانوا في المصارعة، الأولى من إبراهيم مصطفى في أمستردام 1928، والأخيرة من كرم جابر في أثينا 2004. المشكلة الكبرى لتاريخ مصر في الأولمبيات هي الغياب الكبير عن تحقيق الميداليات بشكل عام والذهب بشكل خاص، وبالتالي غياب عزف النشيد الوطني في أعظم المحافل الدولية. فقبل تحقيق كرم جابر الذهبية في 2004، كانت آخر ذهبية لمصر في لندن 1948 من محمود فياض وإبراهيم شمس، وخلال 56 سنة كاملة ما تعزفش النشيد الوطني ولو مرة واحدة في الأولمبيات، عشان يطلع أكثر من جيل ما يشوفش الإنجازات دي بتتحقق قدام عينه. والمشكلة نفسها بتتكرر تاني دلوقتي، ومصر بقالها 17 سنة بلا ميدالية ذهبية في الأولمبيات. بس إزاي حقق كرم جابر الذهبية؟ المشوار نفسه بدأ قبل الأولمبيات بكتير. البداية كانت بتحقيق لقب بطولة الإسكندرية في المصارعة وهو عنده 10 سنين بس، عشان بعدها ينضم للنادي الأولمبي ويبدأ مسيرته الاحترافية بشكل أفضل. وفي سنة 1997 حقق ذهبية البطولة العربية في لبنان، وبرونزية بطولة العالم للناشئين، وبرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط. وإنجازات كرم جابر ما وقفتش هنا، فكسب ذهبية بطولة إفريقيا في 1999 و2002 و2003، وخد البرونزية في 1998. وفي بطولة العالم في موسكو حقق الميدالية الفضية. كل ده أهله عشان يكون على أتم جاهزية لأولمبيات أثينا. بدأ كرم جابر مشواره في البطولة بالفوز على البولندي مارك يشتينك 3-0، وتلاب انتصار على اليوناني يورجو كوستيوماس 3-1. استمر كرم وفاز على الكازاخي عزت مابيتوف 4-0، قبل ما يكتسح التركي محمد أوزال في نص النهائي 11-0. وفي النهائي فاز كرم جابر على الجورجي راماز مسدازا بنتيجة 9-1، عشان يقرر الحكم إيقاف المباراة لعدم تكافؤ الفرص، ويترفع العلم المصري في البلد اللي بدأت منها الأولمبيات في أثينا. ودلوقتي في جيل كامل اتولد في الألفية الجديدة ما شافش النشيد المصري بيتعزف، وفي طوكيو نتمنى أن يكون سنين العجاف انتهت ونسمع بلادي 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 في بلاد مشرق الشمس.